من ملعب بن حدد بالقبة ظهره هلال صعود فريق نجم شباب مقرة بعد مشوار صعب طيلة 30 جولة. الموج الأزرق تنقل من ولاية المسيلة وزحف بأعداد غفيرة من أجل مشاهدة فريقه يدخل تاريخ بوابة القسم الأول لأول مرة في تاريخه. مباراة كانت قيمتها غالية ليس لمقرة وفقط، وإنما للعديد من الأندية الأخرى التي أرادت أن تستثمر في لاعبها الرائد، لكن إرادة أشبال المدرب عزيز عباس كانت أقوى. هذه الحاجة اللي نجحتنا، ونشكرهم فاني بزاف بزاف، والناس اللي موتيفات هذو كانوا فاني سلكوا الفريق تاعهم من قبل. ضغط المباراة والنتيجة كان كبيرا على أصحاب الزي الأزرق الذين دخلوا أرضية الملعب وعلى عاتقهم حلم كان عمره 21 سنة. انطلق اللقاء وانخفضت الأصوات وزاد الترقب، وبدأت الفرص من واحدة إلى أخرى لتأتي قدم اللاعب زيوش بالخبر المفرح والذي وضع قدم فريقه الثانية في قسم الأضواء. 16 مباراة دون هزيمة وبميزانية متوسطة وبفريق شاب ممزوج بالخبرة، استطاع النجم أن يسطع في سماء القسم الأول بدعم جماهيري منقطع النظير. إذن هو صعود لن يمحى من ذاكرة محبي وعشاق نجم مقرة الذين أنصفتهم العدالة الإلهية في الأخير.